أصله كل يوم في حفلات وكل يوم في معاصي يعصى الله عز وجل والناس لا يتكلمون في الحلة. أنت إذا داعي التوحيد في الحلة وجنبكم مسجد وبدأت الكلام في هذا المسجد الناس يتضايقوا منك، ياخدك عن 200 ودقى يروح عارف الدين. في نفس الليلة بتلقى في حفلة زول بينضمف، الناس دي كلها ساكتة شايفين المعاصي والكفر لا يتكلمون وساكتون. في وإذا تكلمت أنت ووعظت الناس وذكرتهم بالله عز وجل يقوموا عليك، أنت دار تعمل لنا فيها وأنت وأنت ونحن ما شغالين بهم. شوف هنا تقول أي كلام نحن ما شغالين بك، تطير تقع تدق راسك مع الحيطة تطرشق، ما عندنا معك شغالة. بنقول قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مكان، في المساجد في الأسواق في الحافلات في المواصلات في الركشات في أي مكان، دي دعوتنا نتكلم إلى الناس بما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونكشف دعاة الضلال من أصحاب اللحى وغير اللحى من الذين يدعون إلى البدعة ويدعون إلى الكفر والزندقة. أنا بقيف مع 4 قواعد هي التي ذكرها الإمام العلم العلامة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وطبعا مما نقول الزول لا، في ناس بتجيهم كاروشة، مما نقول محمد بن عبد الوهاب الصوفي الجاهل بيقول لك بس شفته قالوا هاي، بقولوا انت قال لنا احنا بنعبده، نحن ما بنعبده يا بليد يا صوفي، نحن ما بنعبده زي ما انت بتعبد البرعي. نحن عندنا اي عالم نأخذ كلامه اذا وافق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا وافق كلام الله تبارك وتعالى. اما انت بتعبد شيخك، نحن ما بنعبد شيوخنا. منا اقول قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب او شيخ الاسلام احمد بن تيمية رحمهم الله تعالى بيقول لك بس، هو بيفتكر ان احنا بنعبد الناس ديل. ما صوفي بليد راسه مليان عصيدة وبخرات ومحايات وطاقية خضراء، الطاقية الخضراء دي مغطية الكلام الهوس ده كله، ما بيفهم اي حاجة. مما يسمع محمد بن عبد الوهاب بيقول لك بس شفته بس ده زولم، انت قال عنده قبة نمشي نطوف بقبره يا اخي، انت بليد الصوفية بولدة. لذلك إذا تصوف الإنسان لا يفهم القرآن، مما بقيت صوفي قرآن ما بتفهم، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ما بتفهم والله الذي لا غيره. وهم بيعلموا الناس كده أسف في الخراوي بتاعتهم، يعلموهم القرآن بيقروهم القرآن ما بفهموا لهم. يجي الحوار أو التلميذ إذا الشيخ اللي بيقر فيه القرآن يقول له يا شيخ الآية دي معناها شنو؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الآية دي معناها شنو؟ يقول له لا لا ما بتفهم، دي ما بتفهم أسي بفهمها متين أنت بليد. شفت كيف بيعلم الناس إنهم ما يتدبروا القرآن، يقول لك حفظوا القرآن يا زول، ما حفظوا القرآن. القرآن ده الحفظ يلتزم العمل، لا بد من العمل به. الحفظ براو ما بيكفي، عشان ما تقول لي الناس اللي حفظوا القرآن، لا الحفظ براو لا يكفي، لا بد من العمل بالقرآن حتى ينفعك. لذلك في الحديث أول من تسعر بهم النار الرسول صلى الله عليه وسلم قال شنو؟ حافظ القرآن أول زول ده بخش النار. ليه؟ لأنه ما عمل بمقتضى كلام الله عز وجل. القواعد، هذه القواعد من أعظم القواعد التي لا بد لطالب العلم أن يحملها معه في كل مكان وفي دعوته. أول قاعدة من هذه القواعد أن تعلم أن الكفار الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعرفون أن الله هو الخالق وأنه الرازق والمحيي والمميت والمدبر، ولم يدخلهم ذلك في الإسلام. شفت دي القاعدة دي الصوفية ما فاهمينها، أول قاعدة ما فاهمينها لك. الصوفي فاهم إنه الكافر ده
الزول اللي بيقول في خالق تاني مع الله، شفت كيف؟ اللي بيقول في إله تاني مع ربنا يشبه الله، يماثل الله عز وجل، بيفهم الكفر كده. الكفر ما كده بليد. ليه؟ لأنه لو قلت كده أنت كده أبو جهل جعلته مسلم، صح؟ كونه أنه تقول ربنا الإسلام معناه تفهم أنه الله الخالق والرازق والمحيي والمميت والمدبر، ده ما كفاية. لذلك قال الله عز وجل على المشركين: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. عارفين ديل الكفار ذاتهم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. لذلك الكفر الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعرفون أن الله هو الخالق والرازق والمحيي والمميت، وبالاختصار يعلمون توحيد الربوبية، عارفينه اللي هو توحيد الله عز وجل بأفعاله. القاعدة الثانية أن المشركين ما عبدوا غير الله إلا لطلب القربة والشفاعة، وهم اعترفوا بأنهم عبدوا غير الله وفاهمين الكلام ده. لذلك قال الله عز وجل على لسانهم في سورة الزمر: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء. دل المشركين ربنا قال على لسانهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعني قالوا نحن الناس ذي ما بنعبدهم إلا يقربونا لمنه؟ لله عز وجل، إلا يقربونا لربنا تبارك وتعالى. وهذا هو الذي أوقعهم في الشرك، وده الفاصل بين الشرك وبين التوحيد. ودي القاعدة الثانية دي ما فاهمينها الصوفية. القاعدة الثانية دي الصوفية ما فاهمينها، ودي اللي وقعوا فيها الصوفية، إنهم عبدوا غير الله عز وجل ليصلوا بعبادتهم لغير الله لله عز وجل. صح ولا ما صح؟ الصوفي يقول لك نحن وسخانين. اوعى تقول لي انت مالك مع الصوفيه يا زول. الصوفيه دعاه شرك، ناس بيدعوا للشرك والكفر بالله عز وجل. صوفيه طوال صوفيه ما بنقف نحن. هم شغالين وقفوا، ما وقفوا، نحن طوال شغالين فيهم. ما الصوم ما بنفطر ان شاء الله عز وجل، ما بقي فينا انفاس نهايه الا نموت. بس حيين كده صوفية، بس صوفية شرك توحيد شغل كده بس، ما أصله ما بنقف والله الذي. وشيت حيلك في ناس جايين تحت، مش في ناس بيربوا، ديل كلهم بنعلمهم نفس الكلام ده. والله يجننك في المواصلات طالع مارق المدرسة جوا الفصل الأستاذ، لأنه في أساتذة كتار ما عارفين الحاصل. الواحد يقوم يتكلم ويقول الصوفية ما صوفية، بيكون في واحد موحد قاعد: أوي صوفية كعبين، ده شنو ده؟ ده شنو؟ ده دعاة التوحيد والله الذي لا غيره، طوال شغالين. لذلك الصوفية ما فاهمين العبادة، عبادة الله عز وجل وحده ولا شريك له ما فاهمينها، بدليل انه بتلقى الصوفي بيصلي وبيصوم وبيحج وبيزكي، صح؟ وبيدعو غير الله. تلقاه يزكي ويدي المسكين، في نفس الوقت يخش للشيخ بينك: يا ابو الشيخ المكاشف الله يكشف حالك يا اخي، انت هنا عبدت الله وبيجاي عبدت غير الله، انت كده ما مشرك؟ لا، يقول لك لا 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 ده ما شرك، ده شنو ده؟ ده ما واسطه بيني وبين الله عز وجل. الله بيقبل من الزول ده، الزول ده نظيف، زول بجر السبحه بالليل، زول شغال، يقول لك ده قريب مني لله. عشان كده انا بتوسل بالزول لا عشان يوصلني لي ربنا تبارك وتعالى. بس انت كده مع ابو جهل سوا بدل المحطه اللي كان عندها ابو جهل وابو لهب، وربنا قال: تبت يدا ابي لهب وتب، خسر. والصوفي خسر ايضا. لماذا؟ لانه عبد الله وعبد غير الله فصار مشركا بالله عز وجل. ودي مشكلتنا الأساسية مع نازل في العبادة، إنه كل العبادات لا بد أن تصرف لله عز وجل وحده ولا شريك له: الدعاء والرغبة والرهبة والخشية والذبح
والإنابة والاستغاثة والاستعاذة والاستعانة وغيرها من العبادات، دي كلها يجب أن تصرف لله عز وجل. كل عبادة تصرفها لله عز وجل أنت كده موحد، ولا عبادة ما بتصرفها لغير الله عز وجل أنت موحد. صرفت عبادة واحدة بس لغير الله عز وجل أنت كده وقعت في الشرك طوالي، شفت كيف؟ وأن تتعلق بغير الله عز وجل من تعليق التمائم والحجبات وغيرها. والحجبات دي طبعا عاملة مشكلة كبيرة عند بعض الناس، يقول لك أنا متفق معك في الكلام ده بس الحجاب ده برضو شرك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق شيئا وكل إليه، ومن تعلق تميمة فقد أشرك، وإنما الرقي والتمائم والتولة شرك كل متعلق. وكمان تعلق الكمون ده برضو من الشرك بالله عز وجل. الكمون في العربات وفي الركشات، وتلقاه في الأمجاد وفي الحافلة معلق لك كمون قدر كده معلق، ده شنو ده؟ يقول لك ده كمون معلق ليه؟ بيحفظ العربية. طيب خليها العربية، انت ده لما قبل يلدوك جوا كان ربط لك كمون، جوا ربطوا لك كمون جوا، انت الله حفظك جوا، العربية برا الله ما بيحفظها؟ الله بيحفظها ولا ما بيحفظها؟ ده كله تعلق بغير الله عز وجل، لذلك كله من الشرك بالله عز وجل. ويقع فيه المتصوفة، الصوفية بيقعوا في هذه الشركيات ويقع في عبادة غير الله عز وجل. والأخطر من ذلك باسم الإسلام وباسم الدين، وأذكر ذلك الرجل الرجل الذي يسمى محمد، ده ذكر ساي ما رجل ذاته، محمد المنتصر اللي زيرك ده زول مجرم يدعو إلى الشرك بالله عز وجل. وطبعا نحن إعلامنا فاشل جدا، الإعلام بتاعنا معليش يمكن في ناس هنا، لكن إعلامنا فاشل جدا، يقدم دعاة الشرك باسم دعاة الإسلام، وزول داعية بدعو للكفر ويجيبوا لك وزاتوا زول بس هدوم ساي، والله خسرت هدوم، بس هدوم بس، تعال الهدوم تخلعك وانت تقول الجلابية دي تحتفكي ده طوبة ساي، والله ما بيفهم أي حاجة اللي زيرك ده، زول بليد ساي خشمه كبير بس وكيكورك بس، لكن ما عنده أي شيء، والله حاجة ما عنده، والله انت ده تجاهجه تدي بايتين بس تفرتقه كله، والله الذي لا غيره. والمشكله انه يعني خدع كثيرا من الناس، وانت ما تفتكر دعوه الشرك بدعاتهم دي ما ماشيه، ماشيه ما فيها باليس، شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. كتار الغره دي مليانه، احنا مشينا غريه قبل كده في الجزيره، مجرد ما كشفنا زول الامام شقهم على حيله، لا قال الناس ما بعرفوه، ما بعرفوه، خليني اوريهم لو عارفين ومجرم بيحضروا الحاجات دي. اللي زيرك اي حاجه فيها توحيد ما بدوره، مجرم، توحيد الله عز وجل ما بدور التوحيد. ومن اعجب ما يقول، قال يجوز التبرك بطينه ود الطريفي، ويجوز التبرك يعني بالطين، الطين بتاع الصوفيه يقول لك مرق بيان بجاي وفي مويه بهنا والناس يشيلوا ويتمسحوا. يا بيحكي اخونا علي همد، قال في مسجد بتاع صوفيه بنوه، في واحد بالليل يعني بيبنوا فيه اداب حفروا الساس، في واحد بالليل شال الجركانه بتاعت مويه ومشى كبه المويه جوا الساس، شفت كيف؟ ما عارفهم بولا ده، ماشي انا بكره الصباح اول صوفي جا المسجد قال بيان، ابويا الشيخ المكاش في بيان هنا، قال الجماعة الصوفية كلهم جو، قالوا شالوا الطين ده طينة ما خلوها، والله طينة ما خلوها، انتهوا من الطين جد الزول اللي بعد مسافة بعد خلاهم نسا، وقال لهم الموية كبيتها أنا ده، انتوا مساطيل يا، شفت ده التعلق بغير الله عز وجل، يتعلقون بغير الله مع أنهم يعرفون أن الله شنو هو الخالق والرازق والمحيي والمميت المدبر. عشان كده الصوفي بيحتج لك بالكلام ده، يقول لك تقال أنا كافر؟ تقال انا مشرك ولا مشرك هاي؟ انت كونك انت عارف الله الخالق والرازق انت كفايه كده؟ لا ما كفايه، لابد ان تفرد الله عز وجل بالتعلق به وبالعباده له وحده لا شريك له. لذلك هذه القاعده، القاعده الثانيه، هي من اعظم القواعد، وهي الفاصل
بين أكبر شبهة تعلق بها المشركون وبين التوحيد ودعاة التوحيد. القاعدة الثالثة: أن تعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين من عبد الأولياء والصالحين ومن عبد الأحجار والأشجار والشمس والقمر. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قاتل المشركين ما فرق بيناتهم، ما قال ديل اليهود والنصارى بيعبدوا عيسى وبيعبدوا عزير ديل خلوهم، وما قال ديل بيعبدوا الأحجار والأشجار ديل كاتلوهم، لا لا لا، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة يعني شرك، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، يعني تكون العبادة كلها لمن؟ لربنا تبارك وتعالى. الدين هنا بمعنى العبادة كما ذكر الشيخ الفوزان، بمعنى العبادة تكون العبادة كلها لربنا تبارك وتعالى. والقاعدة الرابعة والأخيرة هي أن مشركي زماننا أغلظوا شركا من المشركين الأوائل، ودلل على ذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قال في الآية في سورة العنكبوت: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، دي المشركين الأوائل، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، والفلك في حالة الشدة يعني، دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. أصل الصوفي تلقاه مرتاح، والله مرتاح، شفته وبيته طابقين، العربية ما ليها شرك، وهو قاعد بيأكل يقول لك بسم الله، بيقول بسم الله يا المكاشف، وهو مرتاح ويشيل التفاحة ويقرم، تقال لك كل منه ذاته شرك وكفر على مستوى عالي. لذلك على دعاة التوحيد أن لا ييأسوا. شوف الناس تدعو إلى التوحيد وتبين للناس في كل مكان، ما تسكت في العربية في أي مكان تدعو إلى التوحيد، أصله ما تسكت وما تقول أنا عندي دقن ولا ما عندي دقن، لا لا، الشغلة دي ما عندي دقن وما عندك دقن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. الحديث ده بخصوص زول معين، أي مسلم واحد تدعو إلى التوحيد وتحذر الناس من الشرك والكفر وتنشر الخير وتنشر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تعم البركة، وهي بركة القرآن وبركة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أقدم الشيخ يسري.